الفريق والله بص انا حته التعصب دي بقى انا زملكاوي عشان ارد عليك يعني، بس هو لما اهلي او زمالك او 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 يعني لو لما الاهلي بيلعب بره مصر انا من اوائل الناس اللي بتشجع الاهلي، والزمالك العكس. احنا عايزين نموت التعصب ده، واللي انا شايفه ان هو بقى زايد قوي الفتره اللي فاتت. يعني في حاجه انا يعني انا بعتذر انا بقولها، انا ما بحبش ان انا اسمعها او اقراها، لما يقول لك الممثل الفلاني هو احسن من الفيلم ده، جاب اكتر من الفيلم ده، فالفيلم ده احسن، الممثل ده احسن. هي مش كده يا جماعه خالص. العمل الفني هو عمل جماعي، انا لا يمكن انجح الا في وسط ناس ناجحه، وعمرو وكريم وكلنا وعلي وكلنا. فهو عايزين نقلل حده التعصب دي، لانه انتوا ناس واحنا ناس على قدر، بس في ناس ممكن يكون اقل شويه، ممكن الكلام ده يستفزهم، ممكن الكلام ده يعصبهم، ودي سنه الحياه على فكره، مش بقلل منهم. فكل لما نقلل التعصب على فكره كل ما هننتج اكتر، كل ما هنبدع اكتر. الاهلي والزمالك هي فرق مصريه، بس من غير ما نقول ده احسن من ده ولا احسن من ده. اشكرك جدا جدا.